تدوي على ابقى انا غير داوي داوي خاوي داوي خاوي شتي بالك شتي بالك شيري يا صاحبي واحد النشاط قلت لك ديال اليوم شنو الانطباعات ديالك. الدارجة المغربية من اللهجات العربية التي تتميز بتسكين الحروف وسرعة التخاطب واستخدام كلمات فرنسية وإسبانية، لذلك لا تفهمه الجنسيات العربية الأخرى. صراحة دائما بلاقي حاجز اللغة أو حاجز اللهجة كتير لما بفهم عليهم شو بيتكلموا، فهذا أدى إنه ما يعني ما كانت الأمور سلسة كتير، يعني ما كانت الأمور سلسة بيني وبين المغاربة، لكن برضو في عندي أصدقاء مغاربة وبدأت أفهم شوي منهم. في كلمات كثيرة تعلمتها مغربية مثل دابة، اهبط، النبوري، كل شيء مزيان، بزاف، يعني حاجات كثيرة. فأعتقد أني صرت مغربي ومن يعني أحد المغاربة. أنا بشوف أن اللغة المغربية لغة سهلة أو مش سهلة، يعني مفهومة بالنسبة إلي تمام، ويعني ممكن افهم اي شخص مغربي بيحكي معي باللغه المغربيه. وبالنسبه للكلمات يعني في كلمات كثير، بس يعني منها مثلا دابه، غاد، واعر، بزاف، مزيان، لا باس. ما بفهم ولا كلمه، يعني انتم شو بتحكوا؟ انتم بتحكوا عربي؟ يعني ما كنت بفهم. هسه حاليا تم 6 شهور حفظت 4 كلمات، كتحمقي، حبيبه ديالي، وزوينة بزاف. اسمي كازابلانكا، وزرت الرباط وزرت مراكش، دول المدن اللي اتعلمت الكلمات اللي اتعلمتها، اتعلمت بزاف وزوين او مزيان، وتعلمت ايه صافي، وتعلمت ايه تاني، استني بس. والكلمات الباقي كلها فرنساوي، يعني هما بيعلموا الفرنساوي احسن من اللكنة المغربية، يعني هما شعب جميل وطيب وكل حاجة. احنا سرعتنا في الكلام تشكل تحدي للآخر لفهم ما نقوله، ففعلا كانت هناك صعوبة، لكن مع الوقت أقلمنا واستطعنا أن نتحدث معهم بلغتهم أو بلهجتهم على الأقل.